يقول هل لابد من وضوء لسجود التلاوة؟ لا، لا يشترط الوضوء لسجود التلاوة، لأنه تجوز القراءة عن ظهر قلب من غير وضوء. ما دامت تجوز القراءة عن ظهر قلب من غير وضوء يجوز لك السجود، لأن السجود تابع للقراءة، تسجد ولو كنت على غير وضوء، لأن سجود التلاوة ليس صلاة، إنما هو عبادة مستقلة، والطهارة إنما تشترط للصلاة، وهذا عبادة مستقلة وليس صلاة. نعم.